يلا بينا نخلص التريننج سايكل او دوره التدريب. لو عايز تعرف كل حاجه عن التدريب وتقفله النهارده، الحمد لله على السلامه في المكان الصح. الحمد لله على السلامه، انت مع اوريجامي. مساء الخير، انا اسمي مروان مختار، بزنس ترينر اند كونسلتنت. احنا دلوقتي في التريننج اند ديفلوبمنت، او في التدريب والتطوير، بعد ما الحمد لله خلصنا في الاتش ار الورك فورس بلاننج او تخطيط القوى العامله، وخلصنا ريكروتمنت اند سيلكشن او الاستقطاب والتعيين، وخلصنا البرفورمانس مانجمنت او اداره ومتابعه الاداء، وبدانا في التريننج اند ديفلوبمنت او التدريب والتطوير. وفي التدريب والتطوير ده كنا بدانا واتكلمنا ان في حاجه اسمها التريننج سايكل او دوره التدريب، اللي هي مكونه من 5 اجزاء، عشان نعرف ازاي ندير اي تدريب بطريقه فعاله او ننسق التدريب في شركتنا. واللي غطينا فيها ازاي نعمل اناليسز او تحليل، وازاي نعمل ديزاين او تصميم، وازاي نعمل ديفلوبمنت او تطوير، وكفضلنا نقطتين اللي هم الامبلمنتيشن التطبيق والايفالويشن التقييم. الاثنين دول اللي هنغطيهم في الفيديو بتاع النهارده. الخطوتين على قد ما هم يبانوا صغيرين اول انا بشرحهم، لكن هم اهم حاجه فيما يتعلق بالاوتبوت او بالمخرجات. احنا بنعمل التدريب كله عشان اللقطه بتاعت يوميها، يلا بينا ننفذ التدريب، وعشان اللقطه بتاعت هو التدريب ده نجح ولا لا، عشان لما صاحب الشركه او الجنرال مانجر او مديري او حتى المدير التكنيكال يجي يواجهني اقول له الدنيا مشت ازاي. فببساطه النقطتين دول على قد ما مش هياخدوا مننا وقت، وعلى قد ما هم مبسوط، على قد ما هو في منتهى 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 الاهميه. حلو، تعال نمسك واحده واحده. اولا نقطه الامبلمنتيشن. لو تفتكر احنا كنا قفلنا الديفلوبمنت ان احنا قلنا اتكلمنا عن شويه ورق. في الامبلمنتيشن حضرتك بتبدا قبل ما يوم التدريب يبدا تكون مجهز شويه ورق. ورق ايه يا مروان؟ والله المفروض اكون مجهز الروستر او ورقه الغياب بتاعه الموظفين اللي هيحضروا تدريب. والله محتاج اكون مجهز الايفالويشن فورمز او التقييمات اللي هنبدا نوزعها على الناس عشان نبدا نشوف التدريب بالنسبه لهم عجبهم ولا لا، وانا مش بقول ان دي التقييم الوحيده. تمام، زي الفل، مش كده وبس. طبعا مش هرجع تاني واقول نفس الكلام اللي قلته في الديفلوبمنت، بس برضو في الامبلمنتيشن او في التطبيق حضرتك لازم تكون متاكد ان كل حاجه ماشيه صح. استنى بقى، انت قصدك ان انا احضر التدريب؟ لا، انا مش مع مدرسه انك الاتش ار يحضر التدريب كله، احنا مش فاضيين والله لده، لكن انا مع مدرسه ان انت اول ساعه او ساعتين من التدريب تكون هناك في التدريب وحضره. طب افرض ده تدريب حاجه هندسيه وانا مش هفهم حاجه، مش مشكله، انا مش بقول لك خد شهاده، مش بقول لك خد علم، انا بس بتاكد ان اول ساعه او اتنين دول تكون حاضر التدريب. طب ليه؟ احنا ناس دورنا مسؤولين عن يوم التدريبي ده، فانا عايز حضرتك تكون مسؤول او شايف 3 حاجات هما بيحصلوا. 1، تتاكد ان الماتيريال والدوكيومنتس وكل ما يخص اي حاجه في الفيزيكال التدريبي اي حاجه تتطبع موجوده والناس متاحه وتمام. طب يا مروان انا شركتي ما بتعملش ده، شركتي فيها سوفت وير بتنزل الحاجات اللابتوب على اللابتوب بتاع الموظفين، بتنزلهم الماتيريال والدنيا ماشيه. مش مشكله، اتاكد برضه ان ده ماشي، اتحط في نفس النقطه. 2، اتاكد ان الفاسيلتي تمام، التكييف تمام والكابلات تمام والاكل جه في وقته والدنيا ماشيه والناس انت قلت لهم او اديتهم شغل. لو انت مدير تدريب او مشرف تدريب بيعملوا شغلهم، لو انت اخصائي تدريب فانت اللي بتعمل الشغل ده بنفسك. طيب ايه 3 حاجة المفروض اكون باص عليها؟ العلاقه والتطبيع والطبع على ما بين المحاضر والمتدربين. دي حاجه في منتهى الاهميه، وجودك اول ساعه هيضمن لك ان لو جات لك شكوى من الراجل المحاضر من المتدربين تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. هل هو فعلا مش عامل السيشن انجيجنج قوي؟ هل هو محتاج يقلل النقاشات شويه؟ هل هو ده فيدباك محترم جدا منك؟ انا افتكر ان في اكتر من مره احضر تدريب والمحاضر يكون وحش جدا، فاطلع قبل اول بريك او احط لما اكلم مديري مكونفيرم معاه اقول له لا انا هكلم شركه تدريب اخد اكشن، يقول لي يلا اتكل على الله وخد اكشن. قصدي ان حضورك اول ساعه او ساعه ونص او ساعتين ده حاجه في منتهى الاهميه عشان تاكد ان 3 حاجات دول ماشيين. والله وقت ما اليوم ماشي عادي لقيت الاتندنس قلل، تبدا تكتب تابع ايميلاتك عشان تتاكد ان الناس هتيجي تحضر التدريب. والله لقيت في مدير بيجي بعينه بياخد ناس عمال يطلع بيهم، لا تبدا تاخد اكشن، لا بص هو بس بلاش التدريب مهم، تبدا انت تنظم او تمانج يوم التدريب كله. وطبعا التدريب بيخلص بالاتندنس، والتدريب لو هو يوم واحد او 3 ايام في اخر يوم بيخلص بالايفالويشن. حلو، يعني احنا كده خلصنا امبلمنتيشن. طب الامبلمنتيشن سهل جدا، ما هو سهل جدا لكن تطبيقه بقى صعب، ده اللي كنت بتكلم فيه. طيب بعد كده هنخش على ايه؟ هنخش على الايفالويشن او التقييم. يا مروان عارفين التقييم ده؟ التقييم ده اللي هو انا بعمل بس ورقه كده بديها للموظفين والموظفين بيملوها وبجمعها طيب لو انت بتتكلم عن النوع ده فده نوع مهم جدا من الايفالويشن. او انا الكلمه خانتني،
نوع منتشر جدا من الايفالويشن. مش مهم، لا مهم بس عشان تعرف الناس فرحانه ولا لا. انا ببساطه انا بدي ايفالويشن للناس للمتدربين عشان يقيموا، بيقيموا ثلاث حاجات: الماتيريال والفاسيليتي والمدرب. ما هم دول الثلاث حاجات اللي انا بصيت عليهم اصلا في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم واتاكد ان الدنيا ماشيه. هل ده كفايه؟ طبعا لا. انت ممكن يكون المحاضر شخصيته كويسه وكاريزما ودخل والناس حبته وادوا له تقييم كويس، لكن هو اكتشلي ما بيقولش حاجه. والعكس، ممكن يكون راجل مفيد جدا للماتيريال ومفيد جدا للشغل، لكن ما عندوش الكوميونيكيشن سكيلز العاليه قوي، عارف يوصل معلومه بس مش عارف يبني علاقه طيبه مع الناس، فبالتالي ياخد فيدباك وحش. بلاش. ممكن يكون الاكل الفول والفلافل بتوع الصبح كانوا جايين مش حلوين، فالناس حاطه في دماغهم وحياته التدريب كله سيء، وصدقني ده بيحصل. فالتقييمات حاجه مش اوبجكتيف، حاجه سبجكتيف، حاجه مش موضوعيه، حاجه فيها تحيز. فهل طريقه التقييم دي او طريقه الفيدباك زي ما بيقولوا او طريقه الرياكشن زي ما بيسموها، هل هي الطريقه الوحيده في الايفالويشن؟ هي اكتر طريقه منتشره، لكنها بالنسبه لي هي اضعف طريقه. طب مروان عايزين طريقه تانية كويس، تعال نخش على الطريقه التانية في الايفالويشن. انا عايز حضرتك تتفق مع المحاضر تعمله تيست، اكتيفيتي، بريزنتيشن، ديمو، كيس ستادي، امتحان، دراسه حاله، اختبار، ايا مكان حاجه اللي انت داخل تعملها قبل وبعد التدريب عشان تشوف مستوى الناس بقى عامل ازاي لحظيا، او ايه اللي استفادوه في الفتره دي. زي ايه يا مروان؟ طب افرض انا دلوقتي الراجل ده جاي يتكلم في كوميونيكيشن سكيلز، في مهارات التواصل، اعمل زي لعبه في الاول واعمل زي لعبه في الاخر. الراجل جاي يتكلم في برزنتيشن، اعمل برزنتيشن في الاول برزنتيشن في الاخر. طب الراجل جاي يتكلم في حاجه تكنيكال، جاي يتكلم في محاسبه، مفيش مشكله، ندي لهم قوائم ماليه قبل التدريب يعملوها، وقوائم ماليه حلوها بعد التدريب. ايا مكان شكل التدريب او نوعه هتلاقي طريقه تعمل بيها قبل وبعد عشان تاكد المستوى وصل للناس. مروان بس برضه مش عارف، مش حاسس ان الطرق دول كفايه، لانهم فعلا مش كفايه. اول طريقه بتشوف الناس حابه ولا لا، تاني طريقه بتشوف الناس اتعلمت لحظيا ولا لا، تالت طريقه بتشوف الناس نقلوا التدريب ده، وده موضوع السيشن اللي جايه في التدريب والتطوير على فكره، نقلوا الكلام معاهم للشغل ولا لا، او حصل تريننج ترانسفير ولا لا. طب ازاي دي يا مروان هنعملها؟ نعمل نشوف الكي بي ايز اللي احنا قعدنا يعني رقنا نشف فيها المرحله اللي قبل دي واتكلمنا فيها. ايه هي الكي بي ايز او ايه هي مؤشرات الاداء؟ ان احنا نبدا نشوف مؤشرات الاداء ومؤشرات السلوك كمان وحياتك، واحنا بنشوف الناس دي بعد شهر وبعد 3 وبعد 6 وبعد 9 وبعد 12 شهر بتتغير عامله ازاي. ببساطه لو انت مشيت بالموضوع ده فانت كده خلاص خلصت التريننج سايكل. لا ثواني يا مروان، انت في طريقه مهمه جدا هنقرا عليها على النت وانت ما شرحتهاش، طريقه الار او اي او الريتيرن اون انفستمنت. تايم اوت، قبل ما نكمل قصتنا تعال نتكلم في حاجه. لو انا وانت دلوقتي اختلفنا في الاوفسايد، لو حد لعب رمي التماس وعدت، هو دي اوفسايد ولا مش اوفسايد؟ مين اللي يقول لنا؟ هنرجع للفيفا. طب هو يمين الفيفا بتاعت الاتش ار، هل في فيفا للاتش ار تقدر تقول لنا اذا كنا احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط؟ اكشولي في تو فيفا للاتش ار، اكبر سيرتفاينج بوديز او اكبر مؤسستين رائدتين في الاتش ار، مؤسسه اسمها الاتش ار سي اي او الهيومن ريسورسز سيرتيفيكيشن انستيتيوت، ومؤسسه الشريم او سوسايتي اوف هيومن ريسورسز مانجمنت. المؤسستين دول ببساطه هم اللي بيقول لك ايه الصح وايه الغلط في الاتش ار. طيب اقص بالذكر بقى الشريم. الشريم قالت لك لو انت راجل اتش ار دايركتور، لو انت راجل مدير عام اداره موارد بشريه، انت للاسف مش اقوى واحد على الترابيزه. طب دي ايه اللي حصل؟ قال لك ما هو بتاع المخازن قادر يقول له ان انا في المخازن عندي بضاعه بقد ايه، وهوفر لك قد ايه لو اديتني المليون جنيه دي بنيت بيها مخزن كمان، ما هو هيعرف يقول له هيحمل له بضاعه قد ايه فيها. وبتاع الفاينانس هيبقى عارف ان هو لو خد منك مليون جنيه هيحط لك في البنك ويجيب لك فلوس قد ايه. بتاع التسويق هيقول لك انا هجيب لك ناس قد ايه بالمليون جنيه دي، ومنهم قد ايه هيتحول، هيحصل كونفرجن فيتحول نسبه منهم لمبيعات. تيجي انت بتاع الاتش ار تقول انا عايز 40,000 جنيه اعمل بيهم تدريب، يقول لك طيب هتجيب الفلوس قد ايه؟ هنا بقى الجزء اللي انا مش مقتنع بيه، وفي استشاريين كتير اساتذتي ومع كامل احترامي ليهم ومحاضرين اكتر بيقول لك لا احنا ممكن نحسب الار او اي او الريتيرن اون انفستمنت او العائد الاستثماري بتاع التدريب. بمعنى ان انا هجيب مثلا علي ده حضر تدريب والتدريب كلف 10,000 جنيه لعلي بس، حاجه اسال اتش ار هو العائد بتاع علي قد ايه؟ يقول لي والله بص علي انت اديته الكورس ب 10,000 اديت بيك كتت علي كده خلاص رجع لك الشغل ده ب 20,000 جنيه، الف مبروك. مفيش حاجه اسمها كده.
مفيش طريقة على وجه الكوكب اللي احنا عايشين عليه تقدر تحسب لك العائد الاستثماري بتاع تدريب. انسى. لو انت دلوقتي قفلت الفيديو ودخلت على جوجل وكتبت تريننج ار او اي هيطلع لك بدل الفورمولا 10. وفي فورمولا مشهورة جدا. هات الفورمولا دي وحاول تطبقها بشكل واقعي، مش هينفع، مش هتعرف، لان احنا العائد اللي بيجي مننا كبشر ما ينفعش تحويله لفلوس. وجب التنويه على الحته دي. وببساطه يبقى احنا كده خلصنا التريننج سايكل. قصدك خلصنا التريننج اند ديفلوبمنت؟ لا، خلصنا التريننج سايكل، لان احنا كده حتى لسه ما خلصناش التريننج. لسه المره الجايه هنتكلم في حاجه اسمها التريننج ترانسفير والتريننج بيسكس، وبعد كده نبدا في الديفلوبمنتس او في التطوير، عشان نبدا نتكلم يعني ايه تعاقب وظيفي، ويعني ايه صف تاني، ويعني ايه ليد رولز، وكل الكلام الحلو ده. ما تنساش ان احنا بننزل كونتنت مختلف تماما على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك دلوقتي، وكمان على لينكد ان. ما تنساش ان احنا في ماتيريال تحت، وهتلاقيني تحت سايب لك الايفالويشن فورمز اكسل وورد عشان تملى في الوورد، وتاخد تملى في الاكسل عشان يتحول لك الايفالويشن بتاع التدريب لرقم. ما تنساش تعمل لها طبعا سبسكرايب لو مش عامل، وفولو على كل البلاتفورمز اللي انا قلت لك عليها. واشوفك دايما بتطور ودايما على الف خير.